نحط هنا النار، نولع على النار، وقبل ما ناخد اتصال هنعمل برضو حاجة سهلة بسيطة سريعة. لحمة ستيك، اي نوع من انواع اللحمة. كل اللي بحطه هنا مش هحط ملح، هستعمل فلفل اسود. نجيب شوية فلفل اسود هنا واضغط عليه بحيث ان هو يدخل جوه اللحمة. فلفل اسود اهو، مش هحط ملح عليها علشان ما يمتصش او يشيل منها. ساعتها انا عايز اتاكد ان انا ما امسكش ايدي باللحمه تاني. نشيل الجوانت من اهو، وبعدين نحط اللحمه هنا على الشوايه اللي انا شويت عليها الفلفل من شويه، تكون سخنه وده مهم جدا. اسيبها تسخن اكتر، اللحمه هتاخد وقت على النار. اثناء ما اللحمه بتستوي هنعمل معاها خضار، ممكن يكون خضار سوتيه. حط هنا النار هنا على اساس نعمل شويه من الخضار السوتيه. والخضار السوتيه قلنا نعمل حاجات من اللي موجوده في السوق. في هنا فاصوليا بتبقى حجمها طويل، يعني دي فاصوليا خضراء، مش لازم تجيبوها كده، لكن لو جبتوها بالطريقه ديت ممكن بتسلقوها وبتبقى سهله جدا ان انا اعملها واشكلها. يعني انا بعد ما سلقت الفاصوليا هنا ممكن اجيب جزر على اساس تدي الوان معاها، بجيب الجزر واحطه بالطريقه دي واقعد الفاصوليا، يعني اجيبها كده واقفلها على الجزر، حط الجزر في النص واقفلها عليه، تقوم تدي له لون. ناخدها بالطريقه دي كده. والجزر اللي انا استعملته يا دوبك بس بجيب المقشره، بعد ما بقشر الجزر بقطع كل واحده تبقى شرايح، يعني كل واحده كده بتبقى شريحه بالطول، والشريحة ديت بحطها في المية واخدها واحطها في جوه. ممكن تستعملوا فلفل اخضر، فلفل احمر، قصدي فلفل احمر، فلفل اصفر، على اساس يبقى ملون، وبنعقدهم وبيبقى في الاخر الفاصوليا اللي عندي ديت ممكن استعملها واعملها سوتيه. نجيب شوية هنا صغيرين من الزيت، ممكن شوية زيت سمسم وشوية زيت خضار، نحطهم مع بعض هنا، وده يكون الطبق الجانبي مع الفاصوليا. نحطهم هنا اهو، نسيبهم يستووا. وبالنسبه للحمه ده الوقت اللي انا بقلبها فيه، يعني شوف كانت اللحمه سخنه جدا، الحته اللي انا حطيتها عليها سخنه بقلبها واحاول احطها في حته تانية عشان تاخد العلامه بتاعه الشوي. طبعا مش هتكمل سواها كلها هنا على النار لانها قطعه لحمه كبيره ودي ممكن تاخد وقت طويل، لكن بسيبها هنا على النار شويه وبعدين بدخلها الفرن تكمل سواها. حمر فاصوليا، شوية ملح وفلفل عليها، وأثناء ما دي بتنطبخ بحط لها شوية صغيرين من المرقة. هاخد اللحمة كمل سواها في الفرن، وديت على الأقل حطيتها هنا دقيقتين من كل ناحية، والفرن بيكون حرارته 190، في حالة اللحمة بتكون الحرارة أعلى بكتير. باخد الشواية زي ما هي عشان كده نسويتها في حاجة ممكن أدخلها الفرن، أحطها هنا تستوي، وممكن حتى نعلي الحرارة ونخليها نعملها 200 أو أكتر على أساس إن أنا عايز أحافظ على كل العصارة اللي فيها. خليها هنوت على الآخر. ودلوقتي عندي تقريبا الطبق الجانبي من الفاصوليا جاهز، وكل حاجة تقريبا هنا جاهزة نغرفها بعدين. بالنسبه للستيك ان بحطه في قلب الفرن، وفرن بيبقى حرارته عاليه، فمحتاج ان انا اسويه واسيبه يريح. يعني بحطه مثلا ممكن يكون 15 دقيقه في الفرن واسيبه يريح شويه، والحراره بتاعته بتكون عاليه، يعني الفرن هنا ممكن اوصله ل 200 اهو. فقبل ما بغرفه بتاكد ان انا عايز احطه على حاجه يكون بتعمل تتحافظ على حرارته. فجيت هنا في الجنب حطيت قالب في قلب الفرن، او حطيت حاجه اللي هي زي ما بيقولوا نوع من انواع الحجر الصوان اللي بيستحمل الحراره. فحطيت دوت وسبته، يعني بحطه في الفرن ياخد حراره ويمتص الحراره، وبعدين بطلعه على اساس اقدمه. فهاجي اهو نطلعه من هنا، نرفع الحجر بالطريقه ديت، وبعدين بحط عليها الستيك. الحجر ده بيكون طبعا سخن جدا، احط هنا اهو، وباخد قطعه الستيك نفسها من حراره لحراره تانيه، يعني دي بنحطها هنا اهو. فلو كانت قطعه صغيره كان ممكن تسوي او تكمل تسويتها، اما بالنسبه
للفاصوليا اللي عملتها ممكن شوية صغيرين هنا بعد ما حطيت الزيت، شوية سمنة صغيرين قبل ما بقدمها. حط قطعة هنا من الزبدة تسيح مع الفاصوليا، حطها هنا اهوت، تبقى ده طبق جانبي.